يا مساء الخيرات والليرات، كأس العالم قرب، أكيد بتتمنى تروح تحضره، خاصة إنه لأول مرة رح يكون في دولة عربية. طيب أنت كفلسطيني كمان حابب تروح تحضر كأس العالم في قطر؟ حابب ترفع علم بلدك؟ حابب تهتف لبلدك؟ آه لحظة، وقف هون، أنت فلسطيني يعني أنت ممنوع من السفر أو معتقل، أو يمكن وجود الاحتلال رح يمنعك تطلع وتنزل وتروح وتيجي وتتحرك بأريحية. طيب حتى لو حكيت مش مهم، رح تابع هالمباراة على التلفزيون، وارد جداً تكون وقتها الكهرباء قاطعة. بس ليش لا؟ ليش نوقف حلم؟ خلينا نحلم. إحنا كفلسطينيين أطلقنا حملة بعنوان الحلم الفلسطيني، وأطلقنا هاشتاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليش لا والحلم الفلسطيني، حابين من كل أصدقائنا في الدول العربية وأي حدا حابب يروح يحضر المباريات. من خلال هاي الحملة حابينكم أنتوا يلي قادرين تروحوا قطر وتحضروا كأس العالم ترفعوا علم فلسطين وتهتفوا لفلسطين وتكونوا سفراء لقضيتنا هناك. وخلينا نكمل حلم ونقول ليش لا المباراة الجاية تكون هون عنا في فلسطين وهي محررة، ونشوفكم على خير.